طيب يا جماعه، دي الدي اس 4. دي اس 4 لسه النهارده تم الاعلان عنها في القاهره وتقديمها في السوق المصري لاول مره. انا نبص بص عليها كده. العربيه اتقدمت بفئتين. دي الفئه الاولى اللي فيها الجنط الاسود ده، والاثنين نازلين بسقف 2 تون، ودي الفئه الاعلى. الفئه الاولى بمليون 550، والفئه الاعلى بمليون 680، اللي هي تعتبر اسعار كويسه قياسا على اللي احنا فيه دلوقتي. منظر العربيه من ورا اهو، شكلها حلو، فيها اكسنت سودا بتضفي طابع رياضي، سواء هنا وهنا كلمه دي اس، السبويلر الاسود، الاضاءه المخفيه اللي فيها، وفيها شويه تفاصيل حلوه. المقابض برضو بتاعت الابواب بتفتح بطريقه برضو حلوه، انت بتضغط عليها بتقوم طالعه بالمنظر ده، بتقوم فاتح باب العربيه، شوف كده من جوه، فرش الكانتارا وماده كده حلوه. هي اعتقد تكييف اوف، واتنين يو اس بي تايب اي. اللاج روم ممكن ما تبقاش اوسع حاجه، انا هستنى بس لما العربيه تفضى شويه. تعالوا نبص على الانتيريور بتاع العربيه. دي اس طبعا بتتصنف براند فاخر، فهو بصراحه بيبقوا عاملين خامات حلوه، والتقفيل بتاع عربياتهم لا يعني جدال عليه. مواد زي السويد او الالكانتارا، الجلد اللين هنا لازم طبعا يبقى فيه افتكاسات، فحاطين الزراير بتاعه فتح الازاز هنا. عاده كان الدي اس بتحطها في الكونسول اللي في النص. برضو حته الامبيانت لايت والفراغ اللي هنا اللي بتجر منه او بتقفل منه الباب، شكل الاوكرا. تعالوا نبص بصه كده، شكلها بصراحه حلو، وفتحه التكييف اللي من هنا موصله تخرج لك من الباب. الكرسي التصميم بتاعه رياضي، هنا مكتوب عليها اهي بيرفورمانس لاين، برضه مخامات ما بين الجلد والالكانتارا والماده اللي هي دي مش عارف اسمها ايه، وفي هنا تدعيم لاسفل للفخذ، كرسيين كهرباء. في شويه حاجات غريبه برضه في العربيه باعتبار انها فئه اولى، فيها كماليات مش موجوده في الفئه اللي هي الاعلى، وفي حاجات موجوده في الثانيه مش موجوده هنا. يعني دي بتنقص الشنطه الكهرباء، وبتنقص الهيد اب ديسبلاي، ومش فاكر ايه تاني، هبقى اقول لكم يعني لو في تفاصيل اتوفرت لنا زياده. شكل التابلو اهو بتاعها، الشاشه، وعامل لك هنا شاشه ثانيه عشان ممكن تكتب عليها شورت كاتس، بحيث انها تطلع لك السيرش هنا على الشاشه الرئيسيه. الخامات برضو ممتازه، اللي فوق التابلو كله مواد لينه، هنا كله الكانتارا. بصوا شكل الباب، فتحه التكييف مكانها هنا، وفتحات التكييف الثانيه تحت صغيره كده. طبعا دي هنبقى محتاجين نجربها لما نشوف بقى التكييف بتاع العربيه. والكونسول شيك قوي بصراحه. هنا درايفنج مود، الهاند بريك مكانها هنا، مكانها غريب شويه. هنا الستارت انجن وزرار الانتظار، وده اكيد زرار الفيكل، بس الحاجه مش شغاله عشان خاطر العربيه مش دايره. مرايه اوتو ديمينج، وفيها فتحه سقف كبير، وزي ما بقول لكم دي بمليون 550. الشاشه اهي بتاعت العربيه، فيها هنا برضو بيدل شيفترز، ديركسيون تصميمه رياضي، دي كات من تحت، وهنا برضو الحاجات بقى بتاعت دي اس اللي راكب عربيات دي اس المفروض متعود عليها. التكه بتاعتها فيها احساس الفخامه، كل حاجه في العربيه بصراحه الملمس بتاعها حلو، وبتدي لك فعلا احساس بالفخامه. هنا الفتيس بتاع العربيه هو درايف باي واير، وهقول لكم الحاجه برضو بتاعتها دلوقتي، منظومه الحركه اللي العربيه نازله بيها. الاوكرا اهي بتزقها كده. الخامات المستخدمه ورا برضو كويسه، كلها مواد لينه، وهنا المادة اللي هي المعدنية، وده الزرار بتاع فتح الباب، والسويد او الالكانتارا مع الامبيانت لايت. ده المنظر العام اهو. تعالوا نشوف كده لو انا ظبطت الكرسي اللي قدام على وضعيتي وانا مرتاح، مساحة الركب صغيرة مش كبيرة، هو عامل تجويف، بس لو انت قاعد فاتح رجلك شوية فمساحة الركب صغيرة. مساحة الرجلين جوه ممكن تحطها في مكان كويس. برضو النفق اللي هنا صغير، في اتنين يو اس بي تايب اي موجودين ورا، واماكن تخزين مع فتحات تكييف. الجيوب بتاعت الابواب حجمها صغير، ممكن تاخد ازازه ميه صغيره. وهنا الشنطه بتاعت العربيه، وعاملين هنا فتحه بس عشان خاطر تعدي امتعه طويله او لو في حاجه، وهي بتنزل بمقدار التلت والتلتين 40 60. اوريكم منظر العربيه من ورا. الشنطه هنا مش كهرباء، ولكن كهرباء في الفئه الاعلى من العربيه دي. منظر العربيه تاني، العربيه بتنزل بالموتور اللي هو ال 1600، ولكن نسخه ال 215 حصان، والجير بوكس او الترانسميشن الثمان سرعات، الايسن الثمان سرعات مش الست سرعات، فاكيد هيبقى الاداء بتاعها هيبقى حلو مع الوزن بتاع العربيه والشكل العام. بصه اخيره، ودي كده تغطيه سريعه للعربيه الدي اس 4 اللي تم تقديمها النهارده في مصر لاول مره. شكرا على المتابعه، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.